استاذ الموسيقى ومدرس الصوت توني بيع، اهلا وسهلا فيك، منورنا اليوم، تعاون اكيد مع كبار الفنانين بلبنان والعالم العربي، ومنورنا اليوم والى جنبه صبيه موهوبه كثير تعرفت عليها بستار اكاديمي 11 شانتال جعجع، اهلا وسهلا فيك. توني، اول ما نقول مدرب صوت او استاذ موسيقى، اول اذا بدك تمرين بنعمله هو في اكيد غيرهم صح؟ ايه في غيره، في كثير غيره، في بر هذا اخذ ضجه. كيف هيدا ميريان فارس عملتها؟ ممكن ايه اكثر وقت شهرتها اذا بدك على الهواء. خبرني، بتعاونت كثير مع فنانين، قديش اليوم المهم الواحد يضله عم بمرن عضله الصوت، يتمرن لحتى يحافظ لو مين ما كان النجم؟ اكيد هو مثل الجسم، يعني قد ما نمرن عضلات جسمنا قد ما نحن بنبقى ان شيب، فالواحد يكون كمان بفورما ظابط وعلى طول صوته حاضر مثل الطريقه اللي عم بحكيك فيها، ان كنت مذيع او كنت ممثل او كنت بتعزف خاصه آلة نفخ او مغني، هدول الاربع اشياء بيتطلبوا انه الواحد يضل يتمرن تمارين نفس، والمغني الزياده عنده تمارين اللي هي تمارين غناء بتتقسم لعده اشياء، في منهم مثل ما قلت النفس، في منهم رنة الصوت، وبحال ما اتبع تمارين ممكن يخسر من رونق صوته من امكانيات صوته، يعني بتذكر هوني ويتني هيوستن مثلا من الاشخاص اللي اصواتها بتاخذ العقل، ولما فتره من الفترات يمكن بعدت شوي عن اللايف ستايل اللي لازم تتبعه وراحت اكثر الى الكحول وما تمرنت، فقدت كثير من صوتها اللي هو كان يدرس، يعني هي مش لانه بس ما كانت عم تتمرن، مش عم بحكي عن ويتني هيوستن، عامه اي انسان ما بينتبه لصوته، يعني الصريخ، نمط الحياة، السهر، وخاصة أكيد الدخان، بس الصريخ هو أهم عامل لأنه الإنسان يفقد صوته، والتعصيب والسترس، عشان هيك اليوم نحن كلنا جايين نفرغ الستريس.